السنة دي بصراحة يعني مختلف طبعا للكرم الجميل من إخواتنا في قطر هنا، وفي نفس الوقت لنوعية المحاضرات ونوعية ورش العمل اللي هي معروضة السنة دي يعني من جميع أنحاء العالم. فهو مختلف في شكله، في إخراجه، في نوعية المعروضات، في نوعية حتى الجزء الثقافي. كان برضو فيه اهتمام قوي بأن يبقى جزء ثقافي متغطي سواء في افتتاح المؤتمر أو كل يوم الناس عندها فرصة أنها تشوف الثقافة القطرية. فده اللي أنا شايف أنه هو مختلف وجميل يعني. يعني أنا شايف أن المنظمين المؤتمر كانوا واخدين ده في الحسبان، وطبعا حاجة مهمة لأن جزء من الشغل بتاعنا أن التبادل الثقافي، فكمان لما يحصل بشكل تفاعلي بيبقى مهم قوي. الافتتاح كان جميل قوي، وكان يعني ملم بالحاجتين، بالتقاليد او يعني التراديشنز بتاعه اي ايرن، اللي هي مثلا جزء منها ان احنا في الافتتاح لازم بننادي على كل دوله مشاركه وبنحييها، وكل دوله بتقدم العلم بتاعها، ويعني بيبقى فيها شيء من الفخر ان كل دوله تبقى متواجده وتحيي الحضور. فالافتتاح كان جميل قوي، زي ما بقول لحضرتك كان جزء منه ان احنا ماشيين بالعرف بتاع اي ايرن، لكن في نفس الوقت كمان في اضافه من هنا، يعني في الطابع الخاص بتاع قطر او بتاع المنظمين روتا، فده كان يعني واضح جدا. الجزء الثاني ان هو برضو ما تمش اغفال اي دوله من الدول المتقدمه، كل العروض التقديميه اللي كانت طلبت انها تتقدم اتقبلت، تم تنظيمها بشكل جيد. حتى الاشياء اللي هي التنظيميه معموله بمنتهى الامانه بشكل يعني جميل جدا وعالي المستوى والجوده والدقه. بالنسبة للشباب الموضوع بيبقى مختلف عن المدرسين. المدرسين بيبقوا يمكن مهتمين بأن هم يشوفوا أفكار جديدة، يتعرفوا على مدرسين من دول تانية عشان يقوموا بعملية تبادل خبرات في المستقبل. بالنسبة للشباب بتبقى يعني للذاكرة عندهم، يعني بتبقى حاجة ما بتروحش أبدا من الذاكرة بتاعتهم على مدار سنين عمرهم كلها، وبتأثر في اتجاهاتهم وبتأثر في اختياراتهم بعد كده، وبتأثر في فهمهم لطبيعة معينة. لو احنا بنتكلم على الولاد الأوروبيين بالنسبة للعالم ككل، مهم قوي ان هم يجوا قطر او يجوا المنطقة العربية والشرق الاوسط لتصحيح المفاهيم اللي عندهم. فدي انا ببقى شايفاها انها ميزة كويسة قوي، ان هم برضو لسه الفكرة عندهم ان احنا المنطقة دي كلها لسه مش متقدمة كفاية. فلما بيجوا بيشوفوا بيتكلموا مع الناس وبيشوفوا قد ايه الناس واصلة، وان في انترنت وفي تفاعل وفي تعليم وفي جامعات، وكل ده بيبقى مهم جدا لتصحيح المفاهيم عند الدول وبعضها. يعني مش بس الغرب بالنسبة لنا، لكن احنا كمان احنا برضو لازم نعرف الغرب بيفكروا ازاي وايه المفاهيم، سواء احنا نصلحها او هم كمان يصلحوها. اكتر شيء الانسان بيبقى مبسوط فيه لما يجي هنا الشباب اللي بيشوفهم، وان هو ازاي يقدر يخلي الناس تبقى مهتمه بالتعليم ومهتمه بالابحاث بشكل عام. بالتالي لما باجي وبشوف الشباب بفتكر نفسي لما كنت في عمرهم من 17 سنه او من 20 سنه، لكن واحد متخرج من الثانويه العامه وكده. فمجرد احساسك انك انت تقدر تضيف نوع من الحماس او في رؤيه للشباب ده،
بيخليك تحس انك انت العلم اللي بتقوم بيه ليه قيمه، اللي كل اذا كنا اللي بنعمله ما نقدرش ننقله للشباب فاعتقد ملوش اي قيمه. الرساله اللي عايز اقولها للشباب انه لازم الشباب النهارده قدام تغيرات كتيره، بنشوف مظاهرات للشباب في كل انحاء العالم، البرازيل ومصر وتركيا واليونان وايطاليا كل العالم. لازم الشباب عشان يغير لازم ان هو يتعلم ويتسلح بالعلم عشان يقدر يغير التغيير الصحيح. فمفيش تغيير بدون تعليم، ومفيش اي حديث عن الديمقراطيه بدون تعليم. فانا رايي ان كل التغييرات لازم يكون التعليم جزء فيها، والشباب هو اللي يقدر يغير ده. فالرساله اللي بدي اقولها لهم لازم يحلم، ولازم يطور، ولازم يتعلم، ولازم يعرف انه مش ممكن يكون فرد نافع في المجتمع اللي هو فيه بالحماس فقط، ولكن بالتعليم ايضا. هو الشباب من عام لعام وعيه طبعا بيزيد، واحتكاكه بالتكنولوجيا بيزيد، لكن مع الرغم اللي بنشوف الاحتكاك ده بقى اكتر، النهارده بنشوف تكنولوجيا المعلومات بقت اكتر، وكل شاب في ايده تليفون، في انترنت وغيره، ولكن عايز اقول ان هو الوعي العلمي نقص، لان الناس بتخلط بين التكنولوجيا والتعليم. احنا بنستخدم التكنولوجيا كل يوم في حياتنا اليوميه، لكن ما بنتعلمش كل يوم باستخدام هذه التكنولوجيا. مع الاسف عدد كبير من الناس بيستخدم التكنولوجيا في الترفيه اكتر واضاعه الوقت. فاحنا عايزين نغير ده، والشباب لو حطينا قدامه هدف، لو بنينا الطموح جواه، هيقدر ان هو يكون افضل ويساهم اكتر. لكن لو اديناه التكنولوجيا بس، واديناه التعليم بس، وبدون ما يبقى فيه طموح، بدون ما يبقى فيه هدف، نبقى عامل زي ما في سياره مليانه بنزين صحيح، بس ما فيهاش محرك، فمش هتروح في اي حته.